السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون نوع ثالث من حلوة الصابلي بنفس العجين الذي حضرناه مع بعض. هذه الوصفة ستكون بنكهة الشوكولا والريغليز. سنحتاج لهذه الوصفة، أنا لدي هنا 500 غرام من عجين الصابلي، سنضيف له شوكولا بودرة بدون سكر أي مرة، كمية الشوكولا حسب درجة اللون الذي تفضلون، القليل من روح القهوة أو روح الكراميل المتوفر لديكم، أقوم بإدخال الشوكولا في العجين. بالنسبة لي أضفت ملعقة كبيرة من أنتم الشوكولا، تضعون بودرة الشوكولا حسب درجة اللون الذي تفضلون. سأضعها في الثلاجة 30 دقيقة ثم نلتقي بإذن الله. سأغطيها بفيلم ألمونتير وأضعها أو بلاستيك غذائي وأضعها بالثلاجة مدة 30 دقيقة ثم نلتقي بإذن الله. إذن لدي هنا نوعين من المول، هذا الشكل ثم شكل الشهدة معروف، رغم أنني لن أحتاج لهذا الشكل أي شكل الشهدة الداخلي، إلا أنني أريد هذا الإطار الخارجي. ثم أنا في حاجة لمكان فارغ لأضع فيه الحشوة، أنتم تضعون أي مول تفضلون حسب الرغبة. بالنسبة للصابلي، لدي هنا 13 غرام، يعني حجم 13 غرام بالنسبة لهذا الشكل، و 22 غرام بالنسبة لشكل الشهدة. الطريقة هي أننا نأخذ العجين ثم نضعه في المكان ونضغط جيدا، نضغط جيدا حتى نتأكد من أن هذا هو القياس المناسب، ثم نقيس عليه باقي الوحدات. إذن أنا سأقوم بوضع كل حبة في مكانها مع الضغط جيدا حتى يدخل العجين في هذا الإطار الداخلي، ثم نبسط السطح. الآن سأقوم بإدخال الصابلي للفرن المسخن على 180 درجة مئوية لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. والآن سنقوم بتحضير الكريمة، كريمة التزيين. لدينا هنا حلوى الريغليز معروفة، محبوبة لدى الأطفال. لدي هنا 6 حبات من الريغليز كما تلاحظون، ولدي 16 سنتيلتر تقريبا حليب. سأقوم بوضع الحليب على النار مع تقطيع وحدات الريغليز لتسهل إذابتها، فهي ستذوب تلقائيا مع الحرارة، حرارة الحليب. أنا أنصح الأخوات المبتدئات أن يعملن على إذابة هذا الريغليز في حمام مريم، من الأفضل إذابته في حمام مريم، أو يعملن مثلي، أقوم بتسخينه ثم أزيله من فوق النار وأستمر في التقليب ثم أعيده للنار. كما تلاحظون بدأنا نتحصل على كريمة الريغليز، لم يبقى إلا القليل حتى تذوب كليا. سأفرغ محتوى كريمة الريغليز هنا لتبرد. لدي هنا نفس مقياس الحليب السائل الذي وضعته مع الريغليز، هو نفسه كريمة سائلة. قمت بتطريب الكريمة السائلة للحصول على شونتي خفيفة، شونتي بدون غير محلات بدون سكر، لأن الريغليز حلو. انتظرت على الريغليز ليبرد جيدا ثم سأضيفه للكريمة وأقوم بخفق المكونين مع بعض.
كما تلاحظون هذا هو شكلها بعد أن قمت بتطريبها متماسكة. على فكرة أنا استعملت كريمة سائلة عادية، يعني كريمة التي تباع باللتر. في هذه المرة استعملت العادية وهي غير محلات، ومع كريمة الريغليز تأتي بهذا الشكل. يمكن أن نحشو بها العديد من الحلويات والترطات وكذلك حلويات أعياد الميلاد. إذن سنلتقي بعد قليل لتتمة. انتظرت على الصابلي ليبرد جيدا، سأزيله من القالب. هذا شكله بعد أن أزلته من القالب. بالنسبة للشكل الثاني سأخذ القليل من الشوكولا البيضاء، أضعها في مول، ثم أعيد الحبة لمكانها. سأزين هذا النوع بالكريمة. اذا هذا ثالث نوع ديال حلوه صابلي بريستيج بعجين واحد اللي قدمت لكم. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. هذا النوع ديال الصابلي بريستيج بنكهه الريغليز كيجي لذيذ بزاف. ممكن تحضروا الصابلي وتحتفظوا به في المجمد في ان بواط ارميتيك الوقت اللي تحتاجوه، او لا تبغوا تقدموه في مناسبه من المناسبات تجبدوه وتعملوا له الكريمه او لا لاموس اللي تفضلوا وتقدموه. كيجي راقي ولذيذ بزاف. الى عجبتكم وصفه اليوم عملوا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على الموقع السيت ويب jamilatriplesismagazine.net وعلى صفحه الفيسبوك للتواصل. استودعكم الله والى وصفه قادمه باذن الله.